الحرب هتقوم ولكن ما تقوليش امتى ولا يوم ايه ولا الساعة كام ولا حاجات من دي. انت تقولي بس ان انت ان انت بتاخد قواتك وتطلع على راس غارب. يوم 6 اكتوبر قامت الحرب، وفي نفس الوقت وصلت القوات بتاع الوحدة بتاعتي في الاستطلاع، جت من اسكندرية واصبحنا كلنا موجودين هناك. ليلة 8 اكتوبر يعني 7 بالليل، ليلة 8 اكتوبر جت لي تعليمات بان انا هطلع قائد مجموعة استطلاع بحري خلف خطوط العدو، واخترت المجموعة اللي معايا. ابراهيم خشان وصالح بيومي ابطال، ابطال بمعنى الكلمة، لان تحملهم معايا جوه فعلا ابطال. وكان موجود الدليل من قبيلة جنوب سيناء اسمه عتيق تبع إدارة المخابرات، إما هتأثر إما هتستشهد إما يعني في أنا أطلب الشهادة، بس يعني إيه بس ما روحش كده إيه يعني ياخدوني أنا بلاش كده. فرجعت ثلاث أيام رايح، قلت ثلاث أيام أرجع لأن كان المهمة أسبوع، فلازم 7 يوم أكون موجود في المنطقة اللي هيجي ياخدوني منها. المهمة اللي كانت لمدة أسبوع كانت مهمة إيه بالظبط؟ تمام. المهمة اللي كانت أسبوع عبارة عن جميع المعلومات اللي خاصة بالوحدات البحرية اللي هي موجودة على خليج السويس بين برديس وبين الطور، والقوات البرية اللي كانت موجودة في المنطقة هناك لازم نقول عليها، وأي قوات جوية كان طيران يعني ولا حاجة إيه اتجاهها فين ورايحة فين والحاجات دي كلها. يبقى احنا ثلاث حاجات بنستطلعهم، بري بحري جوي. ايه اللي حصل بقى وخلى المهمة دي تبقى اكتر من اسبوع؟ قوات فبرديس يعني كانت موجودة بكثرة، بعدين لما رجعت بعد ثلاث ايام لقيت، لانه رحنا في ثلاث ايام ونرجع في ثلاث ايام، وعشان القوات تاخدني من عند النقطه اللي انا نزلت فيها، لقيت قبل ما اوصل للنقطه لقيت في وادي، الوادي ده موجود فيه قوات اسرائيليه بصوره مكثفه، فطبعا يبقى اصبح الوادي فيه قوات، واصبح في برديس فيه القوات الطيران وقوات الصاعقه طب وبعدين الانشات الاسرائيلي راحه جايه، طيب يبقى انا لا هعرف كده ولا كده ولا كده، طيب نعمل ايه؟ فما فيش الا لازم اتخش على العرب على دير سانتا كاترين، لان الدليل العربي اللي موجود معانا قال انا من قبيله دير سانتا كاترين، قبيلة الجبلية، فأنا يعني ما أقدرش نعمل حاجة إلا لما نروح القبيلة ديت، وهي إيه اللي حتى إيه تقدر يعني تقف معانا وتساعدنا يعني. قبيلة الجبلية في سانت كاترين. في سانت كاترين. وصلت لها في فترة قد إيه؟ قعدناها خدتها على مراحل. المرحلة الأولانية لغاية ولاد سعيد، وفي جبل يعني في قبيلة ولاد سعيد دي أول جبل هيقابلني بعد ما خدنا ليلة بالكامل موجودة لغاية هناك، ووقفنا عند جبل ولاد سعيد ده ليلة، وبعدين خدنا ثلاث ليالي في قبل ما نوصل لغاية دير سانت كاترين، وبعدين وصلنا دير سانت كاترين قعدنا في جبل قبل سانت كاترين قعدنا شهر، وبعدين رحنا دير سانت كاترين دي اللي قعدنا فيها 4 شهور وحاجات من دي. بدل ما كانت اسبوع
قعدنا 6 شهور ونص، 6 شهور ونص. عديت ليلة 8 أكتوبر ورجعت 24/4/74، 6 شهور ونص. حضرتك بقى بتعمل ايه طول الست شهور ونص؟ انا كنت لازم احصل على معلومات، ايا كان لازم كنت احصل على معلومات طول ما انا موجود في المنطقه. انا كنت عارف حوالي 29 واحد في المنطقه. انهي منطقه؟ في منطقه دير سانت كاترين. تمام. عرفت فيهم 29 واحد. 29 واحد دول كان بيجيبوا لي معلومات من دير سانت كاترين، من طور، من شرم الشيخ، من دهب الحتة دي، ومن الدير برضو حتى تحت، أو القوات اللي كانت بتطلع على جبل موسى فوق في أسلحة وفي حاجات كانت بتطلع يعني. المهم كل الحاجات دي كانت بتيجي عندي. طيب أنا علشان هكتبها ولا أعملها ما فيش حاجة، فعن طريق ولد صغير كلفته بان هو ممكن يجيب لي علب علب بتاعت معلبات، ففعلا جاب لي الكرتونه فيها 12 علبه، وال 12 علبه فكنا بنحط بنكتب في الورقه من جوه، الورقه من جوه بتبقى بيضه، فالورقه من جوه كتبنا فيها كل حاجة، أي معلومات كنا نحن نعرفها نكتب فيها ونحطها في السروال بتاع اللبس يعني كويس في الدكة يعني، فتبقى موجودة. وكان صالح حط شوية، إبراهيم حط شوية، أنا حط شوية. جه في الدليل العربي اللي هو عتيق ده عشان ينزل مصر، فقلت له انت في طريق؟ قال لي في طريق. قلت له خلاص هنروح معاك. قال لا بلاش، لا اتاكد الاول، وانا في وسط العرب لان انا عربي، فايه هنقدر يعني نقدر نتصرف يعني. قلت له طيب لو وصلت مصر هتقول في برنامج في صوت العرب اسمه سلامي لابنائنا في سيناء، سلامي لأبنائنا في سيناء، ده هتقول سلامي لصالح وإبراهيم وخشان وأم عفاف. كلمة أم عفاف دي مش هتبقى يعني مشهورة لأن زينب وخديجة وزكية وبتاع، إنما أم عفاف دي يعني هنقدر نعرف إيه إن أنت وصلت بالسلامة، وما توصل للمخابرات هتقول لهم. فعرف كل المعلومات اللي هي كانت موجودة معانا، وقابل كان في واحد هناك كان اسمه يحيى شبايك، وقال له فيحيى شبايك هو بلغوه، طبعا بلغوا العتيق بكل المعلومات اللي هي كانت موجوده. وبعدين قبل ما يجي في الفتره دي بقى كان مدفوع، القوات الاسرائيليه اجتمعت مع المخابرات الاسرائيليه، اجتمعت مع شيوخ القبائل في جنوب سيناء، وكان مدفوع فيها 30,000 شيكل إسرائيلي اللي يمسكني، وأي عسكري 10,000 شيكل، والدليل اللي هو عتيق مطلوب حي أو ميت. طبعا يعني أنا كنت عارف يعني العدد الكبير ده من الناس، فأنا قلت لهم بس 9 بس اللي أنا عايز يعرفه مين ده، بكلم مين؟ الحاج إبراهيم اللي هو الله يرحمه كان قمة الوطنية يعني بصراحة، يعني من قبيلة الجبلية. قال لي انت 9 بس، طب والناس الباقية؟ قلت له تقول لهم ان انا لجيت المصري، لجى يعني راح لمصر يعني. انما اللي موجودين 9 بس، هم دول ولاده وولاد عمامه حاجة بس كده. قلت له يا حاج إبراهيم ولادك يراقبوا عتيق في كل ساعة، عشان لو حصل ان هو جرى له حاجة لا قدر الله اتمسك يبقى لازم تبلغني على طول. اول ليلة
اول ليله. المهم جالي بالليل الساعه 3 بالليل اسمه ياسين ابنه، قال لي نجيب سامي، نجيب سامي. قلت له ايش ايش يا ولد ايش يا ولد؟ قال لي اسرائيل مسكت عتيق. طب تعال يا ياسين، تعال تعال. قلت له قول لي لابوك جايز ثلاث جمال ودقيق وسكر وشاي والقربة دي تملى مية، وبعد ساعة هنبقى ننزل. خدنا الجمال في ثلاث أيام يعني عمال تجري، يعني كنا بنجري بالجمال بالليل وبالنهار ندس يعني كده بعيد عن الأنظار يعني. والجمل ده عبارة عن عامل زي الرادار، عينه زي الرادار، لو بص يمين نعرف ان في حد موجود هنا، في حد مش عارف ماشي خلاص عادي، بص يمين نعرف ان في حد موجود، نبقى تكير يعني كده. وصلنا لغايه صالح، الحاج صالح، وقابلنا وقال طيب في معايا مجموعه، في ثلاثه من الصاعقه البريه وفي اثنين اسرائيل بتطاردهم، فقلنا خلاص ناخدهم معانا. كان لحمة بقى في اليوم ده. دي تالت مرة بقى، ما هو في العيد الصغير والعيد الكبير ومرة، والمرة دي بقى لحمة بقى. تلات أيام بالجمال وتسع أيام كانوا على رجلنا يعني بالليل ليلا. لغاية ما وصلتوا فين؟ وصلنا لغاية الحد الأمامي للقوات الإسرائيلية. احنا دلوقتي عند الخطوط الاماميه للقوات الاسرائيليه. ايه اللي حصل بعد كده؟ وصلنا لغايه الخطوط الاماميه للقوات الاسرائيليه، ففي مناطق يعني تباب وحاجات محكمه ان انت ما تقدرش تعدي من وسط القوات كده، فاحنا كنت بستغل التبه اللي موجوده، ان نظر بتاع العسكري اللي واقف فوق التبة بيبقى ايه، ال بيشوفش تحت رجله، بيشوفش تحت التبة، بيبقى انما في مدى للرؤية كده. فانا كنت بستغل الفترة دي، المسافة دي، ان انت ايه كل واحد يعدي. كنا احنا 10 طبعا من فرفة، كل واحد عمال ايه يعدي. ودي الحمد لله دخلنا برضو في حتة تانية، الرجلين كانت بتبقى دخلت في رمل جامد، وبعدين مش عارفين نشيل رجلنا وبعدين نشيل بايدينا السرواء بتاع النعل. فكنت يعني قلت لهم بص كل واحد يقف يقطعوا حتة من السروال واعملوها زي الحبل كده واربطوا النعل برجلك يعني. والحمد لله مشينا. وبرضه في واحد اسرائيلي كان طلع برضه من موقع، برضه قاعد يبص يمين وشمال. احنا كنا بنقف في وسط الاعشاب والحاجات دي كلها نثبت نفسينا فيها عشان ما فيش حد يشوفنا، لغايه ما وصلنا لغايه القوات الحد الامامي بقى، اللي هو في مواقع، الموقع الاسرائيلي بين كل نقط مراقبه كده، بين كل نقطه والنقطه حوالي 200 و200 متر وحاجات زي كده. فوصلنا قلنا بس هنخش بعد كده على قوات الطوارئ الدوليه. تعالى يا صالح، الناس تطلع انت الاول والناس ورا منك وبتاع، وشغال على كده، شغال شغال شغال، عدوا الحمد لله. جيت انا يعني كحب استطلاع، انا قعدت اسحف 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 لغايه ما وصلت قريب كده من ايه، من العسكري اللي هو الاسرائيلي ده اللي موجود في النقطه. الحمد لله لقيته نايم وماسك سلاحه ولابس الخوذه ونايم، فقمت ايه معدي والحمد لله. فخدنا بعضنا بالحضن كاننا خلاص عدينا، خلاص يعني عدينا خلاص.